انا عرفش انا امتحان 99% هذه اوترا فير العالم ما جامي شفت امتحان 99% ناجحين. السلام عليكم ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في عدد جديد من برنامج من المجتمع. في عدد نهار اليوم راح نشوفوا رأي المواطن الجزائري حول قرار اللي اتخذته وزارة التربية والتعليم فيما يخص إلغاء شهادة التعليم الابتدائي. تابعوا معنا نشوفوا أهم آرائهم. بانت لي باللي قرار زعما مشي صائب، خاطر المنظومة التربوية راهي في تراجع. ما ناش نشوفوا هنايا ما كاش اهتمام بها بزاف. كاين شي صوالح مصاريين في التربية ما بزاف اللي يراجعوهم، بزاف اللي يعاودوا يشوفوا في هذه المنظومه اللي داروها دروك جديده. في وقتنا قلعوا لنا نعقل قلعوا لنا السيتيام، كانت كاينه السيتيام قلعوها لنا ردوها لنا غير ردوها لنا غير بالسيزيام نطلعوا ديريكت شغل نفوتوا امتحان ومنا ونطلعوا باش تعرف شغل هذاك التلميذ يكون عندك شغل لا عنده لا راه عنده لا باس، باسكو لا يطلع بلا لاباس ما كي غادي يطلع سويا ما غادي يفهم والو. انا تبان لي قرار اللي اتخذه وزير التربيه في هذا تاع الغاء شهاده التعليم الابتدائي مليح وفي الصواب، باسكو يخدم بزاف تاع لي زيلاف مام راهم في لاج ماشي اللي يزيروا عليهم ولا باسكو فيها ضغوطات نفسيه فيها الدار يزيروهم. كاين اللي كان ما يقراش يعاقبوه، مازال لاج يكبر وزال الوقت ومشي شرط زعما باش سيزيام باش يزير روحه ويقرا، ينجم في خاطره ويقرا. قرار مريح انا عجبني. تفهم طرفين، طرف اول هو صائب وطرف ثاني غير صائب، باسكو كاين واحد الفئه نتاع الناس يشوفوا ستريس كيما انا با اكسبيريونس انا عشتها ستريس بزاف الخوف بزاف مالغري ديتا ب 9.20 مي كاع كيما هكا وكلش كاين بزاف داك ستريس وكلش. وكاين واحد الناس اللي بالك انا نشوفهم يبغوا ما عندهمش داك ستريس وخاطي كلش نشوفهم انسان صغير يخاف بزاف من شهاده امتحان اول تجربه كامتحان انا نشوفها بزاف كبيره. وكاين واحده ثاني من كوتي واحد اخر نشوفها ثاني قليل كيفاش حنا نقولوا باش واحد يدير ليكسبيريونس باسكو عنده امتحان ثاني اللي هو شهاده التعليم المتوسط نشوفها ثاني ناقصه شويه. بون انا كونتر القرار هذا بزاف باسكو هذا الامتحان هذا تاع الابتدائي بزاف اساسي بالنسبه لي زيتيديون صغار هادو كيفوتوا على الامتحان هذا يديروا باز يوالفوا على الامتحانات الاخرى ينجموا يفوتوا هكا كي شغل كي نحلم هذا الامتحان سي بون شغل ما كان حتى حاجه يعتمدوا عليها هكا نهار اخر يطلعوا فارغين خاويين. مليحه هذا الدراري يطلعوا من ديرك يعاونوهم شويه يعاونوهم ويساعدوهم باش يقروا باش اللي يكون شويه ضعيف يزيد ما يحبسش من القرايه. صح انت ما تشوفهاش باللي هذا انخفاض في المستوى تاع التعليم؟ ماذا بين التعليم يكون فور؟ ماذا بين التعليم يكون فور؟ خاطرش التعليم هو الصح بالتعليم بالقرايه بكل شيء بالعلم يطلع بنادم. يقلهم اختبار في الاخر العام، اختبار كيما البيام في الاخر العام، كل عام يدير لهم اختبار في البيام كيما البيام كيما السيزيام مليح باش يعرفوا المستوى تاعه وين لا طالع ولا مهود. باينه هذه واك شغل ما يوليش يقرا هذاك من السنه الخامسه يطلع للسابعه شغل شقرا، حنا قرينا ستاش خطرات شغل شراها الفايده كينا حال كينا حال ساكيه مدير شا الفايده. قرار يمكن انه يكون صائب لانه هي نسبه النجاح غادي تكون كبيره فوالا باسكو كاين ناس وين تقدر تعتمد على الشهاده وكاين الناس ما تعتمدش تعتمد على المستوى الدراسي. في هذه يخص انه نقول باللي هو يبقى قرار صائب. صعيب وان شاء الله نتمنى التوفيق للجميع. نورمالمون كي يتساهلوا معاهم هكا ويسهلوا لهم مليحه. مليحه واه. بصح ما تشوفوش بلي المستوى تاعهم يهود. ما مالقي بصح كاين امكانيات في الدار باش يطلعوا المستوى. راه قرار صائب لازم نعاودوا ناخذوا بعين الاعتبار المجتمع الجزائري والدين تاعو وحوايج ياسر باه نعدلوها المنظومة التعليم، خاطركش منظومة التعليم تاعنا راهي في انهيار كبير، لازم نعاودوا من الاول ننهضوا به. على خاطر كنا نبقاو كيما هكا ديفو ماستر دو ما يعرفش تهضر ما يعرفش نقول عليه ما قراش. رايي زعما خاصهم يدوا تجربه من اول امتحان مليح يعني القرار ماشي غير صعب. انا كنشوفه غير صعب هذا هو فعلا لازم يخليه باش يخليه كان يخليه باش يدوا كمان تجربه اكسبيريونس على امتحان باسكو غادي يفوتوا امتحانات واحد اخرين الباك والبي ام سي اوتوماتيكمون خليه لهم يتعودوا عليهم يدوا تجربه باش ما يخافوش بي ام الاج دو 15 جو بونس يفوتوا البي ام تما كومام خاصهم يدوا تجربه.